نحن الآن بصدد اختيار قطعة أرضية مخصصة للمستشفى الذي تم تسجيله مؤخرا اللي هو 500 سرير جامعي بحجم كبير، ونحن نشوف باللي الأرضية اللي يمكن ولربما تستوعب هذا المستشفى بما أنه مستشفى كبير مثل هذا الحجم يتطلب أن يكون معه معهد من أجل تكوين البلاطو تكنيك اللي هما التقنيين شبه التقنيين وأيضا الممرضين وغيرهم. إذن احنا كان مسجل المعهد وتم إنجازه منذ سنة 2017، ولكن بقي على حاله نظرا لكونه غير مربوط بمختلف الشبكات، الشيء اللي أثر عليه وما يقدرش يكون في الخدمة. اليوم الحمد لله رانا سجلنا له مبلغ مالي يفوق 15 مليار سنتيم، ألور كان في المستقبل قادرين احنا نجبدوا له ليزامني يعني نديروا له مختلف شبكات ب 3 مليار سنتيم. اليوم راك تشوف القدرة ارتفعت والأسعار ارتفعت ويعني الشبكات بعيدة، وين حتم علينا أننا خصصنا له 15 مليار سنتيم وراه في إطار الإجراءات القانونية من أجل ربطه، وبالتالي نربحوها حتى للمستشفى. ومع ذلك احنا دائما نستشير الخبراء، نستشير البروفيسور الأطباء المختصين في هذا المجال وحتى المجتمع المدني والمنتخبين باش هكذاك تكون الأرضية في يعني ملائمة وفي مقبولة من طرف الأغلبية. والشيء هذا اللي خلينا نحرصوا على المستشفى واللي سجلناه بقوة عليه، لأن عندنا أساتذة في الطب وخبراء وأطباء مختصين اللي عندهم باع عالمي واللي برزوا بقوة في هذه الأونة الأخيرة اللي يطلب منا نوفروا لهم الجو الملائم باش يقوموا بالدور تاعهم. ومبشركم باللي ولاية باتنا اليوم أصبحت مدعمة المنظومة الصحية ب 13 بروفيسور. هادو 13 بروفيسور نجحوا في مسابقة وطنية الأولين على المستوى الوطني، وين كان عندهم لو شوا باش يقدروا يروحوا للعاصمة ولا يروحوا للمصطفى باشا ولا يروحوا للوهران ولا يروحوا للسطيف ولا يروحوا للبلعباس، بينما هما خيروا باتنا وقعدوا في باتنا تعينوا كرؤساء مصالح وهما خبراء ومختصين وأساتذة. واليوم عندهم لقاء في موريتانيا البلد الشقيق من أجل يعني تقديم الخبرة وتقديم أيضا تعليم فيما يخص زرع الكلى. إذن الشيء اللي يخلينا نحرصوا شديد الحرص على المستشفى وعلى أنه يكون في منطقة يعني ملائمة، وفي نفس الوقت أيضا نستشيره مع هؤلاء الطاقم اللي حبانا به الله سبحانه وتعالى واللي هو قاعد يقوم بدور كبير على مستوى ولاية باتنا. أما فيما يخص الملعب 30 ألف متفرج اللي رفعنا عليه التجميد فهو الفاز 3، درنا فاز 1 فاز 2 بالنسبة للدراسة وانا فاز 3، وإن شاء الله مباشرة بعد أن ننتهي من اختيار مكتب الدراسات وانتهاء من الدراسة ننطلق إن شاء الله في الإنجاز. ولكن أنا نشوف باللي ما يمكنش أنه المستشفى كبير بهذا الحجم 500 سرير وجامعي يكون حدا الملعب. الشيء اللي يخلينا أننا لابد نتريس وندقق في اختيار الأرضية اللي أنا نشوف باللي أن المنطقة هذه ملائمة اللي هي في واد الشعبة طريق الامبيريدي بجوار المعهد، لأن كل مستشفى كبير بهذا الحجم إلا ويحتاج يكون ملتصق به معهد من أجل تكوين البلاتو تكنيك. شكرا لكم.